مساء الخير متابعينا، يوم جديد، فيديو جديد، فقرات يوميات ليلية نجاوب بيها على أسئلتكم اللي تجينا بالتعليقات. ونبلش بسرعة بسرعة. التعليق الأول يقول: عندي مخلف حطه بالغرفة وافتح له باب القفص، يطلع يسبح ويجي ياكل من إيدي ويغرد وكلش طبيعي، بس من أحطه بالقفص أمد إيدي أحط له أكل يظل يضرب بالقفص ويخاف، شنو السبب؟ اغلب البلابل سواء ذا كان مخلف او حايل او كبير، للاغلب مو الكل، الاغلب ركز لي بهذا الموضوع، من يدخل جسم غريب للقفص مالته يخاف. ليش؟ لانه هو كل الوقت متعود على القفص، انه هذا القفص وهذا اللي بيه، ماكو شيء جديد. فمن تدخل ايد بالقفص شيء طبيعي يخاف، لان اكو شيء جسم غريب اجى نزل للقفص، فراح يخاف من هذا الشيء اكيد. يعني الموضوع طبيعي جدا، ترى ما بيها مشكله، بس حاولوا ان تقللون من هذا الموضوع انه تدخل ايدك بالقفص، لانه انت راح كل ما تدخل ايدك راح يتوحش الطير بالزايد. حاولوا تقللون من هذا الموضوع، يعني يكون للضروره فقط، يعني بس من تريد مثلا تنظفه او تخلي له اكل. التعليق الاخر يقول: اليوم خليت عندي بلبل، خليت اكل ومي اليوم الصبح وطيته من ايدي اول الصبح، اكل بس العصر ظل ما ياكل مني، لقيته ما اكل من الطاسه الاكل بالقفص، يعني بعد ما انطي اكل من ايدي يقولون تخرب علاقته، وكان يوشوش بالقفص هسه ماكو. معناته بدا الطير يعتمد على روحه، يعني بدا يعرف انه وين مكان الاكل، شلون ياكل، شلون يتعلم، فاكيد راح يقل الاعتماد عليك. ايش وقت راح يعتمد عليك؟ يعني من يشوف فد شيء جديد بايدك يحاول يتودد اليك يوصل لك ياخذ. بالنسبه لموضوع الالافه ما عليه نهائيا، البلبل الاليف يظل اليف، لو قد ما انترك يرجع اليف، بس المخاليف فتره صبغ الريش شويه يتوحشن وفتره ويرجعن. منو احلى، طور الفحل لو طور النثيه؟ شباب لايك. يعني بصورة عامة هو الفحل، طبعا الفحل دائما يكون الصوت مالته اخشن، تقاسيم اللي يقرا بيها اكثر من النثية، الصوت مالته اعلى، لسانات عنده اكثر، لكن لكل قاعدة شواذ، مرات اكو نثية تطلع اقوى من الفحل. يعني الموضوع بالنهاية يعتمد على الوراثة وعلى التخريج الصحيح، بس بصورة عامة طيبكم اكيد الفحل. التعليق الاخر يقول: بلبل من اول كل مرات يسوي حركه شلون اللي يعطس ويهز براسه، هذا معناته انت قاعد تطي اكثر من نوع اكل، فمن تطي اكثر من نوع اكل راح يحب نوع ويكره نوع. شلون الطفل اليوم من الاكل اللي يفيده يقوم ما يحبه، يدور الحلاوه والحلويات، يعني هاي السوالف من يتعلم على طعامها، فاكيد انت هم نفس الحاله، احتمال تارك انت الاكل اللي هو بروتين ومنطيه فاكهه، فالبلبل تعلم على طعم الفاكهه، من تعطيه بروتين او غير شيء او العجينه مال الاكل مالته يقوم يكرهها. فحاولوا ان تبتعدون عن هذا الموضوع. انت اليوم عندك مخاليف، استمر على نظام اكل واحد بس اللي هو السريلاك اذا كنت منطيهن، او اذا عندك غير اكل قاعد تعطيه اياه لا تظل تعطيه فواكه، حتى البلبل لا يكره الاكل الاساسي ويركز على الفواكه، لان الفواكه ما تخدمه بشيء غير بس الفيتامين. التعليق الاخر يقول: زوج بلابل ربيتهم من عمرهن يوم وهسه عمرهن 20 يوم، شلون اعلمه من اصوفر له يوقف على ايدي؟ ما انصحك بهذا الموضوع رجاء لا الصوفر، يعني شباب احنا دنعاني من هاي المشكله، يعني هو لزم وصوفر له للبلبل، ومن يكبر ورا 5-6 اشهر قال هذا البلبل باك صافوره، شلون اوخرها من عنده؟ هذا البلبل اللي يغرد هيك مزعج، شلون اخليه يتعلم يغرد صحيح؟ فانتم من البدايه لا تصوفر له يا اخي، لا تعلم على الصوفر له، صحيح اكو يعني للاسف اكو محسوبين على الجنايه تباوع عليه من يوكل البلابل يصوفر لهن ما شي يسوي لهن، يا اخي ابتعدوا عن هذا الموضوع، حاول ان تسوي له طقه اصبع او تسوي له بحلقك، يعني مثلا هيجي او هيجي، هاي هواي اكو اصوات تقدر تسويها انه البلبل ما يقدر ياخذها وما يبوق غلط، بس ابتعد لي عن الصافوره. التعليق الاخر يقول: بلبل نثيه وحشي، شلون اسويها اليف؟ شو وقت يطول ذيل البلبل؟ لا تسويها اليف، موضوع انه بلبل وحشي اليوم ونسويه اليف اكثر من اللازم غلط، هنا راح يبوق لسانات غلط، راح يكون خاوي، راح يتمرض اسرع، خليها هي بوحدها تركض بدون اي اجراء، بدون اي نسوي لها اي شيء. وبالنسبه للريش مجرد ان ينسل، يعني يبدي يطق الريش مالته خلال اسبوع يطول او اسبوعين بالزايد.
بلبل صغير حيل ما اعرف شلون اربيه، فدوا انصحني شو اسوي له سقاعد اكله بس بروتين، اريد تنصحوني. اول شيء البروتين غلط، حاول تروح الاقرب محل مال بيع طيور، اساله على السريلاك الخاص للافراخ هذا ممتاز، يعطيك نمو صحيح، جسم صحيح، تغذيه صحيحه 100%. ابتعدوا عن موضوع البروتين، البروتين كله صويا قاعد يضرب الطيور شلل. بالنسبه لنصائح تربيه الافراخ، تقدر تدخل على الوجهه الرئيسيه مال القائمه مال القناه مالتنا، اكو قائمه تشغيل اسمها خاصه بتربيه الافراخ، يعني يعطيك المعلومات من البدايه الى النهايه، اي شيء تحتاجه شلون تربي الافراخ. باقر يقول عندي مخلف كان يغرد وهسه صار تغريده قليل بس ياكل وينام عادي، اعلقه من الشباك، علقه من الشباك بس انتبه لي انه مو تجي بزونه عليه. وبالنسبه للتغريد المخالف قلت لكم مو هسه وقتها يغردن، المخالف من يكسر الجو عاشر نهايه التاسع يبدي التغريد مالتهن، حاليا بس توشوش هذا. يعني نفس الموضوع كله قاعد يتكرر، كل هالمخلف صار وحشي، المخلف ما يرجع للقفص. يعني ما اعرف انه احنا دا ننزل فيديوهات هيك بدون فايده، يعني ما حد ما متابع الموضوع، او هذا عجز احنا نسميه، يعني مجرد انه يريد يكتب سؤال ويجي الجواب راسا اله. يعني شباب شويه تعب روحك، او انتم ساعدوني انتم نفسكم المتابعين، يعني من تشوف واحد يسال يقول المخلف توحش عندي جاوبه انت بمكانه. يقول بلابل بيض صار 5 أيام كملت بيض وما جاي تنام على البيض، والنوب ظلت تلم فوق البيض عدلتهن وردت هم لمت فوقهن، معناتها هاي طيرة ما مأمنة، يعني العش مالتها يجوز بيه نمل، أو العش قاعد يتحرك، أو عندك 2 نثاية. يعني هم ركز لي بهذا الموضوع، يعني تأكد من هذا، إذا تأكدت إنه نثية وفحل، إذا معناتها النثية ما مأمنة. التعليق الاخر شنو انواع الحبوب او البذور اللي ممكن ياكلها البلبل؟ ما ياكل البلبل، مو من الطيور اللي ذوات المنقار المعقوف او المعقوف، يعني الطير اللي معقوف منقاره يقدر يكرز الحبوب ويقدر يقشرها ويطلع اللب مالتها. يعني جماعه طيور الحب الببغاوات هذني الفنجز ممكن هم ياكل الدخن الفينيشات، اما البلبل من الطيور النقريه يعني بس ينقر ما يعرف يكرز او هذه، فالحبوب ما تخدمه بشيء. يعني احنا استعملنا قبل فتره نسبه من الدخن خلينا 5% على مود تسهيل عمليه الهضم بس، مو على مود الغذاء. التعليق الاخر يقول بلبل نثي انقطم ذيلها قامت ما تطير ليش؟ هو ذيلها يساعد على الطيران، وسؤال اكثر محميه تريد تنتج من عندها واحد فقط. يعني موضوع الذيل ما عليه بالطيران، الذيل شغلته توجيه الطير فقط، يعني اذا يريد يلوف منا او يلوف منا او من يريد يوقف اهم يخفف من السرعه مالته، ما عليه بالطيران مالته، الطيران خاص بالجناحات، هاي وحده. بالنسبه للمحميات اللي دا احاول انتج من عندها واللي يعجبني انه اشوف الهجين مالتها الناتج هو الماليزي على العراقي، صحيح هو اكو انتجوا من هذا الموضوع، لكن قلت لكم انتاج الهجين يختلف من مكان الى مكان ومن زوج الى زوج، يعني حسب الجينات اللي راح تنقل بالانتاج. فدا احاول يعني اللي كلش عاجبني هو الماليزي على العراقي، ودا نحاول ان شاء الله بلكت هالموسم، ولو احنا بزون دمرت الموسم علينا. بلبل توه يصبغ ربع اليف، هو مخلف توحش وخليته بقفص قريب علينا صار الاسبوع بس قام يخاف، ومن اخلي له اكل بالقفص يخاف ويظل يطير عبالك وحشي مال صيد، شنو الحل؟ يعني انت يعني ما له شغله هو الموضوع ترى انه تخلي يمك او تخلي بعيد او هذه، الموضوع انه هاي الفتره مال البلابل المخالف هاي عندناها طبعا من جديد، المخالف اكو فتره بيها بالعمر مالتها من يبدي يصبغ الريش يتوحش، بس انتو انه دا تزيدون الطين بله شلون؟ دا تزيد التقرب مالتك، يعني مو انت تشوفه توحش تريد تعالجه تسوي اليف، لزمه قصه، لزم خلى القفص بالقاع، لزم قام يلزمه ويخلي على ايده غصب، فهذا الموضوع كله ابتعد عنه، ترى هي فتره يعني فتره مؤقته فقط، بس يكمل من الريش مالته يرجع اليف. التعليق الاخر يقول اريد اشتري بلبل وحشي مو مال قفص، وحشي بري يقولون ينتحر صدق
جاوبنا على هالتعليق. هذا التعليق هواية مر ينذكر يعني موضوع انتحار البلبل الوحشي. الموضوع صحيح هو، لكن بنسبة 1 بالألف، حتى مو 1%، 1 بالألف. أكو بلابل من تخليها بالقفص وحشيات يموتن، بس هو يعني إذا تجي على السالفة هو مو انتحار بالمعنى الصحيح، هو إنه البلبل يحاول يظل ينهزم من القفص فينسى الأكل مالته والمي، يعني ما يركز على إنه يريد مي أو أكل، خصوصا هاي يصير هواي بالصيف بس ما يصير بالشتاء، فيحاول يتهزم من القفص يقطع الأكل يقطع المي ويموت. هاي وحدة. واثنين، أكو سبب ثاني هم لاحظته بالموضوع، إنه ما يندل المي مالته، ما يندل الأكل مالته يعني، فيموت. هيجي حالة، أنت إذا صار عندك هيجي حالة إنه صار عندك بلبل وحشي، شو تسوي للأمان؟ تخلي المي بأكثر من مكان وتخلي الأكل أكثر من مكان، حتى الطير لا يظل يدور على المي مالته وما يلقاه، تخليه تبس بواحد أو الأكل. حاول أن تخليه بأكثر من مكان حتى يقدر يوصل. هسه تشوفون أنتوا هذا الماليزي، طبعا المي يعني ما منتبه، المشربة الفوق مخلصة، باقي المشربة الجوة، المشربة الجوة توه دا يريد يتعلم عليها، يريد يوصل لها شلون، تشوفون تبوا عليه خطية. فهسه أترسل هي اليوم أنا بالنهار ما منتبه، هو صار التركيز كله على المشربة الفوق لأنه ما متعلمات على المشربة هاي الجوة، فده يحاول يشرب من عدها، يخاف من عدها، يخاف من اللون. شوفوا، وهذني لا، هذني تعودا، شوفوا المشربة الفوق بيها والمشربة الجوة نازل المي بيها، باوع شلون يدور مي، صعد على الفوق يمكن لقى بيها شوية، بس هو يريد يتعلم على الجوة. هذولاك متعلمين عليها، بس هذا الزوج عندي اللي هنا بعدهم متعلمين. طبعا هذا المي يعني يجوز النثية متعلمة مو الفحل، لان المي هم منقص. هذولاك لا، اتعلموا عليها، هذولاك هم اتعلموا، بس هذا الزوج الوحيد. فدائما من تريد تخلي مي مشربة جديدة او طاسة جديدة، لازم القديمة تبقى وتخلي الجديدة. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة. عندك سؤال تركه بالتعليق حتى باكر نجاوب عليه. تحياتنا.